شكرا. أيمن نجران نائب عن الجمهورية التونسية. حابين حضرتك تطلعنا على آخر مستجدات جلسة اليوم. جلسة اليوم هي الدورة، هذه دورة الانعقاد اللي انعقدت اليوم، جلسة انطلقت ثرية، كانت في البداية يعني بتكريم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وهنا نأكدوا على دعم جميع أعضاء البرلمان العربي لدولة ليبيا الشقيقة ودعم الاستقرار فيها ودعم وحدة الشعب الليبي. ثم تم تلاوة التقارير الموجودة، وكان البداية بتقرير لجنة فلسطين حيث نؤكد هنا على العدوان، على التنديد بالعدوان الغاشم الذي يحدث على دولة فلسطين والانتهاكات التي تشمل جميع المجالات في هذه الدولة، وأؤكد من هنا على دور الدولة التونسية الداعم دائما للقضية الفلسطينية وحق دولة فلسطين في استقلالها الكامل وعاصمتها القدس الشريف، وهذا مع تسهيل مرور الإعانات، إضافة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو ما يطالب به الدولة التونسية، وهذا في تناسق تام بين القيادة التونسية والشعب التونسي والبرلمان التونسي، وهو موجود في بيانات سواء كانت رئيس الجمهورية التونسية أو مجلس النواب التونسي، وهذا ما اتفق عليه جميع تقريبا أعضاء البرلمان في إدانة هذا العدوان الإسرائيلي على وبدعم من عديد السلطات والدول التي تنتهك حقوق الإنسان بصفة فعلية. ثم مررنا إلى تقرير تلاوة تقارير اللجان الخاصة، وكانت يعني جميع المحاور تصب في دعم التعاون العربي ودعم العمل العربي المشترك سواء كان في مجالات الشؤون الاجتماعية أو الاقتصادية أو الشؤون السياسية، وتم طرح ملف تنقل الإرهابيين وإيجاد الحلول اللازمة لوقف هذا التنقل وللتنديد به ولوضع شروط لازمة للحد من هذا التنقل الذي أضر بالدول العربية، إضافة إلى عديد المواضيع الأخرى التي ما زالت تحت التلاوة، منها بعض النقاط الهامة في تقارير المكتب وتقارير معناها إضافة فصل في النظام الداخلي للمكتب. واللجنة بصفة الجلسة هذه بصفة عامة كانت جلسة ممتازة في إطار تدعيم العمل العربي المشترك. حدثنا عن صندوق الطوارئ الذي تم الإعلان عنه وأهدافه أو دراسته ومتى يبدأ. هو الفكرة انطلقت من اللجنة، وهو صندوق طوارئ لمعناها تم سحب مبالغ مالية للعمل عليه، وهو أهدافه أهداف طبعا ستكون نبيلة في إطار دعم ما يستحقه هذا البرلمان العربي وفي إطار ما تستحقه عديد الدول التي تستحق هذه الإعانة. ما زال النقطة لم تمرر بعد على الجلسة العام ولكن ستمرر، وهي محل اتفاق بين كافة تقريبا الأعضاء، وتم طرحها في المكتب وتمت المصادقة عليها، وهو معناها مشروع يستحق الدعم ومشروع سيطور أكيد من العمل داخل البرلمان العربي، هذا البرلمان العربي الذي يشهد له الجميع بتحركات كبيرة وبأنشطة كبيرة على جميع الدول، والغاية منه هي هناك عديد المقترحات أصلا بعناها في إنشاء لجنة لماذا للمصالحة، ويكون دورها في لملمة عديد المفارقات بين الشعوب العربية وفي عديد الدول العربية، وهذا الصندوق أكيد سيكون له الأثر الإيجابي على عمل البرلمان العربي وعلى مزيد تطوير والقضاء على عديد الإشكاليات الموجودة داخل عديد الدول العربية. كيف ترى المزاعم التي تطلقها إسرائيل على مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية واتهاماتها عن أن مصر هي السبب في منع المساعدات من فلسطين؟ لا أعتقد دولة الكيان الصهيوني الغاشم كما أسمى هي تحظى بدعم عديد الدول، وهي من تقوم بعمليات عسكرية تنافي جميع المواثيق الدولية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. حقيقة أنا أنزه ما يقوله هذا الكيان المغتصب في حق الشعب المصري وفي حق جميع الشعوب العربية التي تسعى دائما وأبدا إلى وحدة الصفوف وإلى حق الدولة الفلسطينية في إقامة دولتها كما قلنا عاصمتها القدس الشريف، وفي إيصال الإعانات التي تمر عبر المعابر الموجودة هنا والمفتوحة وفقا طبعا لما تقتضي القوانين والمواثيق الدولية الموجودة، في احترام للمواثيق عكس بعض الداعمين للكيان الصهيوني الذين لا يحترمون أبدا هذه المواثيق،
ولا يتطلعون إلى مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، وهم الداعم الوحيد للكيان الصهيوني بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. تبقى الدول العربية إن شاء الله في وحدة صماء، وتبقى دائما القضية الفلسطينية هي قضية الأم لدى كافة الشعوب العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية. هل تعتقد اعتراف ثلاث دول مؤخرا بدولة فلسطين سيكون نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية؟ طبعا طبعا، نحن كبرلمان عربي أشدنا بإيجابية هذا القرار بثلاث دول، إسبانيا وإيرلندا وهولندا، بهذا الاعتراف، وهو اعتراف من شأنه أن يكثر من الضغط على دولة الكيان الصهيوني الغاشم. وهي هذا الاعتراف يأتي في إطار تواصل عديد الدول التي تقدم اعترافها بدولة فلسطين، إضافة طبعا إلى الحركات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الجميع التقاط الرسالة ومحاولة يعني دعم هذا التوجه ودعم هذا الاعتراف والعمل عليه لتكثيف الضغوطات على دولة الكيان الصهيوني، التي الأمانة معناها اليوم حتى الرأي العام العالمي بدأ يتوجه نحو حق الدولة الفلسطينية في هذا، وما اعتراف دول الغرب، وهي دول ذات أهمية وأهمية قصوى، وكانت مساندة ربما رسميا اعترافها بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته. هذه خطوة أعتبرها إيجابية، وإيجابية جدا، تزيد من دعم الشعب العربي والدول العربية التي تسعى في هذا الإطار إن شاء الله إلى إقامة دولة فلسطين، وهو من شأنه أن يدعم كما قلنا الحراك الشعبي، ويعطي الدعم المعنوي وربما المادي للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعديد المظالم. هذا الاعتراف معناه نؤيده بشدة، ويسعدنا هذا الاعتراف كدول عربية تسعى إلى إيجاد الحل داخل المنطقة ككل.